إذن كما تابعنا في التقرير مشاهدينا مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني، نتحدث عن تعافي الاقتصاد العماني من آثار الجائحة، بالإضافة إلى رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى بي بي بلس، وهذا له تفاصيل وانعكاسات كثيرة على المستوى المحلي والعالمي. تفاصيل حول التصنيفات الائتمانية بشكل عام وهذا الارتفاع بشكل خاص، ينضم معي مشاهدينا عبر هذا الاتصال الهاتفي الدكتور عبد القادر الرباب عبا من كلية إدارة الأعمال بجامعة صحار. مساك الله بالخير دكتور عبد القادر، حياك الله في برنامج. مساك الله بالنور، حياك الله روحتي. دكتور، كما ذكرت في حديثي، نحن سنبدأ هذا الحديث، نود أن نعرف المشاهد الكريم بصورة تعريفية عن طبيعة وكالات التصنيف الائتمانية العالمية. أولا سأتحدث عن الاقتصاد العماني. فالحمد لله رب العالمين، إحنا عندنا نمو في الاقتصاد العماني، وهذا النمو كان له مؤشرات كثيرة، وكان من حسناته أنه في مختلف القطاعات، ليس فقط القطاع النفطي وإنما القطاع غير النفطي، فهناك كثير من القطاعات غير النفطية حدث فيها نمو اقتصادي، وكان الفضل الكبير للتخطيط الاستراتيجي الواضح في وزارة الاقتصاد. وأتوقع أيضا أن هنالك نمو أكثر في السنوات القادمة، وخاصة أن الاقتصاد العماني ركز على تسديد الدين العام ولم يكتفي بمرحلة التعافي، وإنما الآن انتقل إلى مرحلة الانطلاق. وعندما نتحدث عن الاقتصاد أو النمو الاقتصادي، فهناك مؤسسات دولية تضع تصنيفا لبعض المؤشرات الاقتصادية وخصوصا التصنيف الائتماني، مثل منظمة موديز، عندنا ستاندرد أند بوردز، وفي عندنا منظمة فيتش. آخر تصنيف صراحة كانت الأخبار سارة بأنه انتقلنا من مرحلة بي بي إلى مرحلة بي بي بلس. ماذا يعني هذا بالنسبة للاقتصاد العماني؟ يعني هذا أننا أمام وضع ائتماني جيد، حيث أننا قمنا بتسديد كثير من الدين العام ومع الحفاظ على مستوى متدني من التضخم، وهذا سيجلب فوائد كثيرة على سلطنة عمان، منها أنه سوف يزيد من القوة الائتمانية، يسمح لنا بالاقتراض أكثر، أيضاً يسمح لنا بأن نأخذ أو نقترض بأسعار تفضيلية. ليش؟ لأن قوتنا لأننا في وضع ائتماني قوي. أيضاً هذا سيجذب المستثمرين من خارج سلطنة عمان، والمستثمرين عندما يستثمرون هنا فهذا سوف يزيد من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً سيعزز من الميزان التجاري، لأننا سوف نقلل من الواردات والتي هي تؤثر بشكل عام في أسعار الفائدة. الجميل في هذا التصنيف أن تحسن هذا التصنيف صراحة في عمان، أنه كثير من دول العالم الآن تعيش في ظروف اقتصادية صعبة، ومعظم الدول حتى الدول التي نستطيع أن نقول كانت ذات اقتصاد عالي مثل الولايات المتحدة نزل مستواها في هذا العام، المستواها الاقتصادي أو نموها الاقتصادي حسب مؤشر فيتش، لكن في سلطنة عمان والحمد لله كان المؤشر جيد، وإن شاء الله كما نتوقع أو أتوقع أنا أن السنوات القادمة ستكون أفضل بكثير إن شاء الله طبعاً، لأن إحنا لا ندري عن الظروف الاستثنائية، نحن لنا بما نرى أمامنا لكن لا نعرف، لأنه كما تعرفين ما زلنا نعتمد على النفط، لكن أنا أعتقد بأنه الشيء الجميل أنه الأنشطة غير النفطية أيضاً أصبح فيها نمو، نعم، وخاصة بعض القطاعات، لكن بعض القطاعات صراحة ما زالت تحتاج إلى مزيد من العمل، بحاجة إن نجري كثير من البحوث، نشجع على الاستثمار فيها،
خليني أذكر مثلا القطاع الزراعي، أتصور هنالك فرص كثيرة، وبالتالي أنا أنصح ومن خلال خبرتي في العمل في جامعة صحار بالاستثمار في البحث العلمي، لأن الجامعات هي التي تولد الأفكار ويتم تطبيقها على أرض الواقع في الشركات والمؤسسات بدون أدنى شك. فإحنا صراحة دائما على استعداد لتقديم الأفكار، وخاصة في المشاريع المختلفة منها المشاريع الزراعية وغيرها. طبعا لا نقصد فقط القطاع الزراعي، في قطاعات كثيرة إن شاء الله إنه المستقبل رائع والمستقبل أمامنا، وهذه هي فكرة عن التصنيفات. يعني دكتور عبد القادر، تتسابق الدول في تحسين مؤشراتها في التصنيفات الائتمانية، كيف ينعكس ذلك؟ ما أهمية اليوم أن تهتم الدول بهذه التصنيفات؟ نعم، كما ذكرت لك، لأن أي مستثمر يريد أن يستثمر في دولة معينة فإنه سوف يراجع هذه الوكالات لرؤية تصنيف هذه الدولة الائتمانية، هل هي قادرة على مثلا تسديد ديون، هل هي قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، فيقوم مثلا بإقرار، بسماح بالإقرار، أو أنه أيضا إذا كانت ائتمانها قوي ممكن يعطي بأسعار فائدة القرض بأسعار فائدة مخفضة، وهذا سوف يحرك عجلة التنمية في هذه الدولة. أيضا المستثمرين عندما يستثمرون في الدولة، أنت تعرفي أنهم يخلقون فرص عمل، يقللون من الواردات، يزيدون من الإنتاج المحلي الإجمالي، يصير عندنا نمو وتنمية أيضا، ليس فقط نمو اقتصادي. فهذه هي أهمية التصنيفات، وكل ما كان التصنيف أفضل كل ما هذا عزز من الوضع الائتماني للدولة، وهذا سيجعلها جذابة أكثر للاستثمار. نعم، حسب متابعتك أيضا دكتور، ما الأسباب التي دفعت إلى هذه المؤشرات الإيجابية وهذه أيضا يعني التطورات الإيجابية في الاقتصاد العماني بشكل عام على المستوى الوطني؟ بحمد الله وفضله عندنا في سلطنة عمان، أولا دعيني أقول لك شغلة، السياسة تؤثر على الاقتصاد، فعندنا سياسة معتدلة تقيم علاقات جيدة مع الجميع، دائما مسالمة، تقوم بالإصلاح بين الدول، تقوم بأشياء كثيرة. هذه الأشياء صراحة عملت نوع من الاستقرار الاقتصادي، والجميع أصبح يحب هذه البلاد وأصبح يسعى صراحة للاستثمار فيها والتعامل الاقتصادي معها. أيضا عندنا رؤية عمان 2040 هي فتحت الطريق وأضاءته وسارعت ورتبت كثير من البرامج الاقتصادية. هذه الأشياء يعني حتى على مستوى الجامعة والبحث العلمي، أنا كأستاذ أول ما يطلبوا مننا البحث العلمي يقولون حسب رؤية عمان 2040، فرؤية عمان 2040 ليست كلاما يقال وإنما هي تطبيق فعلي صراحة، وتحركنا بناء على هذه بناء على هذا البرنامج، وصراحة أضاء لنا كثيرا من الأمور، إنه نحن ندخل أو بدأنا في عمل أشياء تقنية حديثة كثير تتماشى مع رؤية عمان 2040. نعم، وكذلك الاقتصاد العماني تأثر في هذه الخطط لأنه مشى على هذه البرامج، فهي أقامت بإعادة ترتيب كثير من الأولويات. أيضا من الأشياء اللي ساعدت على النمو الاقتصادي العماني، دعيني أقول لك معالي وزير الاقتصاد، بالمناسبة هو كان زميلي، لا أعرف إن كان يذكرني أم لا، كنا ندرس سويا في إحدى الجامعات في مسقط في سلطنة عمان، وهو صراحة خبير اقتصادي وهو مخطط استراتيجي من الدرجة الأولى، ولديه خبرة كبيرة في التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية. صراحة هو ركز بشكل واضح يعني على تسديد الدين العام، والدين العام هو عبء ثقيل على الدول، وهو كان صراحة وسلطنة عمان ذكية جدا بأنها رشدت الإنفاق العام في سبيل أن تقوم بتسديد الديون، لأن تسديد الديون يرفع التصنيف ويقلل التضخم، وايضا يساهم في المستقبل استراتيجيا، لان هذه الاعمال الاستراتيجيه ستساهم في المستقبل بان يشعر المواطن في هذه الرفاهيه او هذا النمو الاقتصادي على المدى خلينا نقول المتوسط والبعيد.
أيضا يعني إحنا عندنا برضو كان ذكي جدا أن نركز على الأنشطة غير النفطية. أنت تعرفي أنه الاقتصاد العماني عرف عنه أنه متقلب، يتقلب بأسعار النفط. صحيح. هذه كانت شيء شوي بيخوف، أنه يعني إحنا دائما بس إذا ارتفع النفط طب إذا نزل إيش يصير؟ الحمد لله إحنا وعينا لهذه الفترة، ما أتصور بال 2017 بدأنا يعني في سلطنة عمان نشتغل على هذه الفكرة، أنه يجب أن يكون تطور أو نمو اقتصادي في القطاعات غير النفطية، حتى لا سمح الله إذا صار أي شيء أنه يكون عندنا إحنا احتياط، أنه إحنا عندنا نمو في القطاعات غير النفطية. ويظهر ذلك جليا إذا بتلاحظي النمو في القطاعات غير النفطية هذا العام كان عالي وممتاز، وهذا الحمد لله يعني مؤشرات جيدة. فإن شاء الله أنه النفط يظل في ارتفاع، والنمو الاقتصادي أتصور راح يكون كثير مرتفع ويزداد بشكل أفضل في السنوات القادمة. بإذن الله. راح نلمس إحنا كمواطنين أو كسكان سلطنة عمان راح نلمس هذا النمو في مستوى المعيشة والخدمات اللي إحنا بإذن الله نتلقاه، والحمد لله رب العالمين. بإذن الله دكتور، كلنا متفائلون أيضا وفق سياسة حكيمة ومبادرات أيضا يعني نوعية من وزارة الاقتصاد في شتى الميادين. شكرا لك دكتور عبد القادر الربابة من كلية إدارة الأعمال بجامعة صحار، سعدنا بك جدا في هذا الربط المباشر من صحار. شكرا جزيلا. حياك الله. الله يحييك. نتواصل معكم أيها الأحبة بعد الفاصل إلى حديث آخر، متابعة أخرى تعكس مشاركة السلطنة في برلين من خلال مختبر الجدران المتساقطة لعام 2023. ابقوا معنا.